مساء الخير جميعا، نلتقي بكم في هذا المساء في ندوة بعنوان قراءة في مسار الأداء البرلماني. تتكون من محورين: المحور الأول تقييم التجربة البرلمانية خلال السنوات الأربع. يتحدث فيه ضيفنا النائب الأستاذ أحمد قراطة. المحور الثاني قراءة نقدية في الاقتراح بقانون بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من حق الترشح لمجلس النواب. سيتحدث فيه رفيقنا المحامي حسن إسماعيل. سوف نبدأ ندوتنا بالمحور الأول تقييم التجربة البرلمانية خلال الأربع سنوات. كان من المفترض بعد 16 عاما من بدء عمل مجلس النواب في البحرين وتحديدا في أكتوبر من عام 2002 بأن تتطور التجربة البرلمانية في البلاد وأن تتراكم الخبرات والتجارب لدى أعضاء مجلس النواب وأن تحدث نقلات نوعية في صلاحيات مجلس النواب تعطي قوة وفعالية لأداء الأعضاء في المجلس من حيث الرقابة والتشريع. ولن نسترسل كثيرا في الحديث عن دور المجلس والتراجعات الكبيرة والخطيرة التي حدثت فيه، ولا سيما بعد خروج المعارضة منه وسن العديد من القوانين التي تقيد دوره الرقابي والتشريعي. وكان أداء مجلس النواب للفترة من 2014 إلى 2018 من أسوأ الدورات التشريعية، حيث انصرف المجلس في النقاشات الغير مجدية، وبدلاً أن يكون عوناً للشعب وممثلين وممثلاً له أصبح حكومياً أكثر من الحكومة. نترك المجال للحديث عن هذا الموضوع للأخ النائب الأستاذ أحمد قراطة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحب نتقدم بالشكر لجمعية المنبر التقدمي وملتقى التقدمي لنسلط الضوء على تقييم التجربة البرلمانية خلال السنوات الأربع. طبعا مفهوم الإنجاز ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المعنوي اللي هو ينحصر فيه الوعي والإعلام، شلون يكون هناك وعي ويكون إعلام يبلور هذه العملية. أما المفهوم الثاني هو المفهوم المادي، فهو من الإحصائيات والاقتراحات، سواء كانت اقتراحات برقبة أو اقتراحات بقانون أو لجان تحقيق وإلى آخره من الأدوات البرلمانية. مثل ما تعرفون العمل البرلماني ينقسم إلى قسمين مثل ما يقولون: التشريع والرقابة، وإحنا نضيف عليه هني اللي هي الدبلوماسية البرلمانية. طبعاً إحنا نشوف إن ثلاث أمور هي أساسية في البرلمان يجب أن تتوفر: التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية. مثل ما أنتم شايفين ومثل ما سرد الأخ السيد فاضل بالنسبة حق البرلمان من سنة 2014 إلى 2018، يعني مقدمة وايد حلوة عطانا بالحفاظ. لو نرجع حق الأربع الفصول بنشاهدها إحنا تقريبا نتكلم الحين عن ثلاث أدوار في الفصل الرابع. طبعا الدور الرابع ما خلصنا للحين، نعطيكم بعض الإحصائيات على الثلاث أدوار في الفصل التشريعي الرابع. طبعا في هناك مراسيم بقوانين ومرسوم بقانون واقتراح بقانون واقتراح برغبة والأسئلة والاستجوابات والاقتراح بتعديل دستوري والمناقشة العامة، هذه كلها أدوات برلمانية من خلال النقطة الأولى اللي قلناها اللي هو التشريع. طبعا في الفصل الأول اللي يمتد من 2002
إلى 2006 كان المرسوم بقانون طبعا صفر، لأنه ما كان على تمييز للمرسوم بقانون. في الفصل الثاني كان 11 مرسوم بقانون، هذه طبعا كلها الموضوعات اللي طرحت حسب الأدوات البرلمانية على البرلمانات الأربعة اللي مرت من 2002 ل 2018. إني حق المشروع بقانون، المشروع بقانون هذه أداة في الفصل الأول من البرلمان 2002 كان 200 مشروع بقانون، الفصل الثاني 2006 كان 342 مشروع بقانون، والفصل الثالث كان 556 مشروع بقانون. الفصل الرابع قلنا هو ثلاث أدوار، الدور الأول والثاني والثالث، ما زلنا احنا في الدور الرابع من فصل التشريع الرابع، لحد الآن ما سوينا الإحصائية كاملة اللي هي 326. قياسا بالسنوات اللي راحت نطالع ان المشاريع بقوانين في الدور الرابع مع عدم انتهاء الفصل الدور الثالث الدور الرابع نشوف ان هناك ارقام 326 مشروع بقانون. طبعا الاقتراحات بقانون اللي كانت تقدم من قبل النواب وترفع للحكومة في الفصل الأول، يعني أنا قاعد أعطيكم إحصائيات علشان يكون هناك مقارنة ما بين الفصول الأربعة اللي مرت فيها التجربة البرلمانية. في تقريبا اقتراح بقانون 122 في الفصل الأول، الفصل الثاني كان 195 اقتراح بقانون، و 179 في الفصل الثالث، والفصل الرابع للدور الثالث مثل ما ذكرت 341 مشروع بقانون. الاقتراحات برقبة، الاقتراحات برقبة 347 في الفصل الأول، الفصل الثاني كان 615 في الفصل الثالث 1110 والفصل الرابع اللي هو 958. الاستجوابات طبعا في الفصل الأول ما في ولا استجواب، الفصل الثاني كان ثلاث استجوابات اللي هو برلمان 2006، والفصل الثالث برلمان 2010 كان استجوابين، والفصل الرابع اللي هو اللي احنا فيه الحين كان فيه ثلاث استجوابات. الاقتراحات بتعديل دستوري، طبعا الفصل الأول ما كان فيه ولا تعديل دستوري، الفصل الثاني كذلك، الفصل الثالث، الفصل الرابع كان فيه سبع مواد لتعديل مواد الدستور. المناقشات العامة اللي كانت تطرح من خلال مجلس النواب في الفصل الأول كان ما في ولا مناقشة عامة، الفصل الثاني كذلك، والفصل الثالث، والفصل الرابع كان 23 اللي هي المناقشة العامة. لو ينا حق اللجان، اللجان الدائمة طبعا عندنا هناك خمسة لجان، اللجنة التشريعية والقانونية، اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني والخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة. لنشوف في الفصل الأول عدد، ما أنا بروح يعني بشكل وايد مفصل عدد الاجتماعات وعدد التقارير وعدد هذه، بس خلي نروح على عدد التقارير اللي تداولت في هذه اللجان. طبعا في الفصل الأول برلمان 2002 تداولت تقريبا اللجنة التشريعية والقانونية 494 قانون، برلمان 2006 583، برلمان 2010 589، برلمان 2014 488. لو تلاحظون الفرق مو كبير، معنا مثل ما ذكرنا هني الأرقام هي الموجودة، هذه الإحصائيات من خلال التقرير السنوي اللي يطلع عن السلطة التشريعية. إني حق اللجنة المالية،
عدد التقارير اللي عرضت على اللجنة المالية 148 تقرير في الفصل الأول، الفصل الثاني 169، الفصل الثالث 208، والفصل الرابع 123 عرضت القوانين والمشاريع اللي على اللجنة المالية والاقتصادية. إني حق اللجان اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، هذه كلها طبعا أرقام نقارن ما بين من ابتداء المجالس البرلمانية ليومنا هذا، لي وين وصلت هذه اللجان ولي وين وصلت هذه الاقتراحات، سواء كان بقانون أو اقتراح برقبة أو اقتراح أو مشروع بقانون أو الاستجوابات أو المناقشة العامة، كلها اللي ذكرناها. إني حق اللجنة الدفاع والأمن الوطني 95 مشروع ناقشت في الفصل الأول، الفصل الثاني 134، الفصل الثالث اللي هو 173، الفصل الرابع 90 مشاريع ناقشت من خلال هذه اللجنة. الخدمات العامة 235 طبعا في الفصل الأول، الفصل الثاني 470، في الفصل الرابع 409، والفصل الرابع اللي هو اللي احنا فيها الحين 215. لجنة المرافق العامة والبيئة في الدور الأول اللي هو الفصل الأول 129 تقرير، 273 الفصل الثاني اللي هو الفصل الثالث اللي هو برلمان 2010 349، وبرلمان 2014 197. لتلاحظون عمل اللجان لو تطالعون في السنوات الأخيرة عدد المشاريع والمقترحات اللي قدمت لي هذه، لاحظ أن مثل ما قلت لكم هذه إحصائية حق ثلاث أدوار من الفصل التشريعي الرابع. طبعا من اللجان الدائمة إلى اللجان النوعية مثل ما ذكرنا، طبعا في 2002 برلمان 2002 ما كان في لجنة فلسطين، كان في لجنة فلسطين والعراق، ما تسمى بلجنة فلسطين والعراق في برلمان 2002. كان عدد التقارير اللي فيها ما كان فيها ولا تقرير، الفصل الثاني ما كان فيه ولا تقرير، الفصل الثالث كان تقرير واحد، الفصل الرابع طبعا التشريعي ما كان فيه إلا تقرير واحد. حقوق الإنسان طبعا في برلمان 2002 ما كان في لجنة تسمى بحقوق الإنسان، ولا في برلمان 2006 كان لجنة لحقوق الإنسان، طبعا تأسست في برلمان 2010 كان في ثلاث تقارير معروضة على لجنة حقوق الإنسان. إني حق برلمان 2014 كان عدد التقارير المعروضة على لجنة حقوق الإنسان 7 تقارير. الشباب الرياضة، لجنة الشباب الرياضة النوعية هذه كان في الفصل الأول برلمان 2002 يوجد تقريرين، في الفصل الثاني برلمان 2006 ما كان فيه ولا تقرير بالنسبة حق لجنة الشباب الرياضة، الفصل الثالث كان 40 تقرير موجود في لجنة الشباب الرياضة، والفصل الرابع حتى الدور الثالث كان موجود 37 تقرير معروض على لجنة الشباب الرياضة. لجنة المرأة والطفل برلمان 2002 كان ولا تقرير، برلمان 2006 ولا تقرير كذلك، برلمان 2010 11 تقرير، وبرلمان 2014 15 تقرير. إني حق الموضوعات اللي تم الموافقة عليها من خلال المعاهدات اللي تمت والاتفاقيات، وبقية الموضوعات اللي عرضت على اللي تمت
الموافقة عليها ما بين البرلمان البحريني والبرلمانات الأخرى والبرلمانات الأخرى والمعاهدات اللي وقعت ما بين البرلمان البحريني والبرلمانات الأخرى سواء كانت الشقيقة أو الصديقة أو العربية أو الإقليمية أو الدولية. في الفصل الأول كان 56 اتفاقية ومعاهدة، برلمان 2006 كان 46، برلمان 2010 28، برلمان 2014 كان 42 معاهدة واتفاقية. طبعا بقية الموضوعات كان الفصل الأول برلمان 2002 759، وبرلمان 2006 1118، برلمان 2010 1297، وبرلمان 2014 574 من الموضوعات. إني حق البيانات السياسية اللي أصدروها البرلمانات في أربع فصول تشريعية. طبعا الفصل التشريعي الأول كان 36 بيان سياسي، والفصل التشريعي الثاني برلمان 2006 كان 38، وبرلمان 2010 92 بيانات سياسية، وبرلمان 2014 كان 73 بيان سياسي أصدر هذه البرلمانات. إني حق كذلك المشاركات الدولية والإقليمية والمحلية بالنسبة والمعاهدات بالنسبة حق الشعب البرلمانية وحق مشاركة المحافل الدولية والمحلية والإقليمية والوفود الخارجية الزائرة إلى برلمان مملكة البحرين. طبعا الشعب البرلماني في برلمان 2002 كان المشاركة 60، برلمان 2006 101، برلمان 2010 125، 2014 70. إني حق المشاركات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، الفصل الأول برلمان اللي هو 2002 كان 40 مشاركة، برلمان 2006 102 مشاركة، برلمان 2010 53 مشاركة، وبرلمان 2014 55 مشاركة. الوفود الزائرة لبرلمان البحرين من خلال البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية في برلمان 2002 23 وفد زاروا البرلمان، في برلمان 2006 زاروا 19 وفد، وفي برلمان 2010 35 وفد زار البرلمان البحريني، وفي 2014 39 وفد زار البرلمان البحريني. بالنسبة حق الاتفاقيات والتعاون بين المجلس والمؤسسات المحلية والخارجية، في اتفاقيات التعاون ما بين البرلمانات مثل ما قلنا اللي هي الدبلوماسية البرلمانية اللي يجب أن تفعل لعلشان يكون هناك علاقات ما بين البرلمان البحريني والبرلمانات سواء كانت المحل الخليجية أو الإقليمية أو الدولية. الاتفاقيات والتعاون ما بين البرلمانات، طبعا في برلمان 2002 تم توقيع اتفاقيتين، وبرلمان 2006 تم توقيع ثلاث اتفاقيات، وبرلمان 2010 تم توقيع ثلاث اتفاقيات كذلك، وبرلمان 2014 تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع البرلمانات المحلية الإقليمية والدولية. طبعا هذه أرقام موجزة بالنسبة إلى عمل البرلمان خلال الأربع سنوات اللي طافت. طبعا مثل ما تعرفون هناك لأول مرة يصير في البرلمانات يطرح برنامج عمل الحكومة ويتم مناقشته في البرلمان،
كان في برلمان 2014 لأول مرة يطرح برنامج الحكومة ويناقش من قبل السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكان هناك نقاش طويل وتم أخذ في الاعتبار أنه هو عدم المساس بالمواطن البحريني سواء عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر. وكذلك هناك من خلال الرقابة 14 تقرير بالنسبة حق ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تغيير المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية على ديوان الرقابة المالية والإدارية متى ما توفرت ليه الأدلة بتحويلها إلى النيابة العامة، ولكن احنا غيرنا هذه المادة. يجب حطنا يجب تحويل المدينين أو جميع القضايا إلى النيابة العامة، فحطنا كلمة يجب في المادة 11 من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. طبعا هذه أنا بشكل سريع تكلمنا عن مفهوم الإنجاز سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية، فأنا أكتفي بهذا القدر من تقديم هذه الإحصائيات بالنسبة حق الأربع سنوات اللي قضيناها في مجلس 2014 ل 2018. شكرا سعادة الأستاذ أحمد قراطة النائب. احنا في البداية نبي يعني نقول كلمة، لما نتحدث عن دور أو أداء عن النائب بشكل شخصي الأستاذ أحمد قراطة نعرف عنه، يعني لما ذكرنا المقدمة بخصوص يعني الأداء السيء لمجلس النواب 2014، لكن لا نقصد في شخصه يعني الكريم بقدر ما نقصد بشكل عام يعني. فاحنا بالعكس يعني أحمد من أكثر النواب اللي كان يعني لما ندعيه إلى حضور إلقاء ندوة في المنبر التقدمي يتجاوب، بعكس آخرين يعني ما يردون علينا بعد مو يأكدون، فنشكره احنا في هذا الجانب. هو عدد النائب أحمد يعني الاقتراحات بقانون والمشاريع بقانون والاقتراحات برغبة، بأنها خلال يعني 3 سنوات الماضية كانت أكثر من الفصول الثلاثة يعني بمعنى، وذكر التقارير يعني الصادرة عن له مجلس النواب بالنسبة إلى الاقتراحات والنواب خلال 2002 إلى مجيئنا إلى حتى هذه اللحظة، يعني كم من القوانين أو كم من المشاريع التي قدمتها سواء على مستوى اللجان وغيرها من ما هو ذكره عبر التقرير أعتقد الصادر عن مجلس النواب. أنا أعتقد هي الموضوع الأهم يعني في مسألة اللي هو القوانين اللي صدرت اللي هي خلت هذا المجلس يعني معاق لا يستطيع العمل، قوانين قيدت دور المجلس سواء في هذه الدورة أو الدورة اللي قبله، وتحديدا فيما يطلع بأهم قضية اللي هو الاستجواب. يعني كان الاستجواب قبل 5 نواب يستطيعون تقديم استجواب لأي وزير، الآن أصبح 27 نائب. ما في مجلس في العالم يقيد صلاحياته بقدر ما هو يعمل أي مجلس على تطوير الصلاحيات الموجودة، فكيف الحال عندنا احنا في مجلس ناقص الصلاحيات يعني يجون النواب مع الأسف الشديد ويقلصون من صلاحيات هذا المجلس للأسوأ. احنا كنا بالفعل مثل ما ذكرنا في المقدمة كنا نريد تتراكم اللي هو التجربة من أجل تطويرها. المتحدث الثاني سوف المحور الثاني قراءة نقدية في الاقتراح بقانون بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من حق الترشح لمجلس النواب، حيث تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب بمقترح بقانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002، وهو التعديل الذي ينص على التالي: منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، كما يشمل المنع بحسب المقترح كل من تم طرده أو سحبت عضويته من مجلس النواب، وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالإضافة إلى ما صدرت ضده من أحكام قضائية وجنائية. هذا المقترح الذي جرى تمريره من مجلس النواب ليرفع إلى الحكومة
كي تضعه في مشروع قانون يعرض على المجلس لإقراره. يعني هو هذه مخالفة في النهاية واضحة إلى الميثاق العمل الوطني وإلى دستور البلاد، لأن المواطن له حق الترشيح بغض النظر عن موقفه السياسي. فنترك الأمر إلى المتحدث الثاني الرفيق المحامي حسن إسماعيل فليتفضل. مساء الخير. الموضوع اللي المحور اللي بنتحدث فيه يدور حول المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، واللي دعانا لاختيار هذا الموضوع هو الاقتراح في قانون المقدم من مجلس النواب مؤخرا، تمت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. لعل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة الثالثة هي مثال ونموذج على تقييم الأداء البرلماني. تقييم الأداء في نظري أداء مجلس النواب لا يكون بعدد الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها، ولا بعدد أدوات الرقابة التي اشتمل عليها، ولا بعدد التمثيل الدبلوماسي في الخارج، ولا بعدد لجان التحقيق أو الاستجواب، بقدر ما هو في الموضوع، ماذا قدم مجلس النواب من خلال هذه الأدوات، كيف استفاد المواطن من أداء مجلس النواب، كيف استطاع مجلس النواب أن يراقب أعمال الحكومة. قانون مباشرة الحقوق السياسية في أصله حين صدر مع مجموعة القوانين التي صدرت قبيل أول اجتماع لمجلس النواب، كان في الأصل ينص بوضوح في المادة الثالثة على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، نقطة. وهذا الحق وهذا النص يشمل حق الانتخاب والترشح، بمعنى آخر إن القيد الذي وضعه هذا النص، وهو قيد بنظري معقول، يتعلق فقط عند تنفيذ العقوبة، يحرم المحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة، تنتهي العقوبة يباشر حقوقه السياسية والمدنية. غير أن النص تعرض للتعديل بموجب القانون رقم 36 سنة 2006، وفرق ما بين حق الانتخاب وحق الترشيح لمجلس النواب، ووضع قيودا غير معقولة عليهما، فنص على أنه يحرم من مباشرة حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة حتى يرد إليه اعتباره، وهو في نظري هذا النص أيضا معقول رغم التعديل، لأنه يرتبط برد الاعتبار. حين يرد الاعتبار ينتهي الحرمان من حق المباشرة في حق الانتخاب. غير أن التعديل فيما يتعلق بحق الترشيح نص على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة
أو رد إليه اعتباره. لا يجوز للمواطن أن يرشح نفسه إذا صدرت عليه عقوبة جناية حتى وإن رد إليه الاعتبار، حتى وإن حصل على عفو خاص. وعلى الرغم من هذا التعديل فيما يتعلق بحق الترشيح لمجلس النواب كان محلا للنقد لمخالفته لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، ولتعارضه مع الآثار المترتبة على الرد الاعتبار وعلى العفو الخاص. وعلى الرغم من القوى السياسية كانت تتطلع لتعديله أو إلغائه من مجلس النواب، وهو في دور الانعقاد الأخير يطالعنا هذا المجلس في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 19 فبراير 2018 بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، وقرر رفعه إلى الحكومة، وقد تضمن قيود جديدة مضافة على القيود التي عدلها المشرع عام 2006. مثل ما تفضل فاضل وأشار إلى هذه القيود بالإضافة إلى القيدين التي أشرت لهم، يحرم من الترشح لمجلس النواب مش للانتخاب قيادة وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين، هاي بعد كلمة الفعليين هذه يعني ما المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام الدستور. كل من تعمد اثنين الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. نسأل ما هو مدى دستورية هذه التعديلات، سواء تلك التعديلات التي نص عليها المشرع عام 2006 أو في اقتراح مجلس النواب؟ ما مدى انسجامها مع المعايير الدولية والآثار المترتبة على رد الاعتبار والعفو الخاص من العقوبة؟ عنوان: مخالفة تعديلات نص المادة الثالثة بما فيها التعديلات المقترحة من مجلس النواب لمبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام المنصوص عليهما في الدستور. دستور مملكة البحرين في المادة الأولى ينص في الفقرة دال، يعني تحملونا شوي لأن الموضوع قانوني ودستوري بنضطر يعني نقول المواد. على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور. وإعمالا لمبدأ السيادة الشعبية، فقد أخذ الدستور بمبدأ الاقتراع العام الذي يخول كل مواطن حق الانتخاب دون أن يحرم أحد في استخدام هذا الحق تنال من مبدأ الاقتراع العام، وذلك حين نص الدستور في المادة 56 على أن مجلس النواب يتألف من 40 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي بيّنها القانون، وهو ما أكده الدستور حين اشترط في عضو مجلس النواب عدة شروط: أن يكون بحرينيا متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. طبعا هذا البند من الشروط تم تعديله بموجب التعديلات الدستورية التي صدرت 2012. هذا التعديل تعديل إيجابي، وهو أن يكون بحرينيا وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل.
وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية وأن يكون اسمه مدرجا. غير أن هذا التعديل رغم إيجابياته إلا أنه لا ينسحب على هيئة الناخبين، شرط متعلق بس بالترشح لمجلس النواب. وفي الحقيقة يعني في مبادئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن حقي الانتخاب والترشيح هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا تم إفراغهم من المضمون. بمعنى آخر كنا نأمل أيضا أن المتجنس حتى في الانتخاب يكون هناك سن معين في تواجده في البحرين حتى يكون له حق الانتخاب. غير أن حتى النص المتعلق الحالي في الدستور وفي ظل انعدام الشفافية كيف يمكن للمرشح أبو خالد مثلا أحمد قراطة إذا رشح روحه 2018 كيف يمكن له معرفة أن المرشح المنافس له في الدائرة إنه متجنس ومضى عليه 10 سنوات؟ من المفترض أن تكون اللجان الانتخابية أن تحدد أن المرشح الفلاني هو يتمتع بالجنسية متجنس وأن مدة تجنيسه كذا. طبعا من الشروط يكون عمره 30 سنة، أن يجيد اللغة العربية وكتابتها، أن لا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال في واجبات العضوية. لكن هذا النص قال ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. بمعنى آخر إذا أبو خالد قدم استقالته في هذا الفصل وانتهى الفصل التشريعي انتهائه لا يحول النص من حقه في الترشح. إن التعديلات التي أجريت على المادة الثالثة لا تنال وتنتقص فحسب من حق الاقتراع العام ومن سيادة الشعب باعتباره مصدرا للسلطات جميعا، بل تمتد إلى النيل من حقوق المواطنة، إذ تلاحق المواطن مدى حياته فلا يفتك منها إلا بوفاته، عندما تمنعه من حق الترشح لمجلس النواب حتى وإن رد إليه الاعتبار أو حصل على عفو خاص، كما إنها تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، وهذه منشير إليه بالتفصيل كما يلي. من الناحية الدستورية نص المادة الأولى من الدستور الفقرة ها بوضوح يقول للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد مواطنين
من حق الانتخاب والترشيح لا وفقا للقانون. لكن ربما قائل يقول إن الدستور أباح للمشرع العادي أن يحرم من يشاء من المواطنين من حق الانتخاب والترشيح، مدللا على ذلك بالفقرة الأخيرة: لا يجوز حرمان أحد من المواطنين من حق الانتخاب إلا وفقا للقانون. معناته أن الدستور أباح لواضع القانون أن يحرم من يشاء، ونرد عليه. الدستور نص أيضا في مادة صريحة في 31: لا يجوز أن ينال تنظيم وتحديد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور من جوهر الحق والحرية. ونتساءل حين نحرم المواطن من حق الترشيح لمجلس النواب حتى وإن رد إليه الاعتبار أو حصل على عفو خاص، أليس ذلك، ألا ينال ذلك من جوهر الحق؟ ونتساءل أيضا: أليست الحقوق السياسية والتمتع بها بما فيها حق الانتخاب والترشيح تعد من أهم مبادئ الحرية والمساواة التي نص عليها الدستور؟ والدستور أيضا نص بوضوح وحظر تعديل مبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور، شأنها شأن النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي ونظام المجلسين، ونص إلى جانب أيضا لا يجوز تعديلها، وهي مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. نقول إذا كان المشرع الدستوري قد حمى مبادئ الحرية والمساواة من اقتراح تعديلها، فإنه من باب أولى من المشرع العادي أن لا يشرعها أو يعدل فيها على نحو يتجاوز ما نص عليه الدستور ودون أن ينال من جوهرها. إن حقي الانتخاب والترشيح هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدونه. وقضت المحكمة الدستورية المصرية العليا بأن حق الترشيح ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي ويتعلق بعموم المواطنين يمارسونه على قدم المساواة. من الناحية القانونية بالنسبة للعفو الخاص، العفو الخاص كما هو معروف يصدر بموجب مرسوم من ملك البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا، ولا يترتب هاي في العقوبات، ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك. إذن العفو الخاص هو اللي يصدر بموجب مرسوم، وآثاره الجانبية وآثاره المتعلقة بالعقوبات الفرعية لا تسقط. لكن هذا الحرمان كما أرى يتعارض مع نصوص أخرى في قانون العقوبات. من ضمن العقوبات، لا في شغلات مهمة بس لا لما بتخطى هذه النقطة في نقطة مهمة، وهي في قانون العقوبات في شيء اسمه عقوبة التجريد المدني، وهي حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا، من بينها الحرمان من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس البلدية. لكن
أيضا نص على حكم هام، هذا المادة نصت على حكم هام هو وجود مدة زمنية ينتهي فيها عقوبة الحرمان. فنص تنتهي عقوبة الحرمان من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة، معنى ذلك أن الحرمان من هذا الحق ليس أبديا لا نهاية له، بل ينتهي بانتهاء تنفيذ العقوبة. ونص أيضا القانون أن سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها، وهذا يعني أن التعديل الذي أجراه المشرع العادي على قانون الحقوق قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2006 بحرمان المواطن من الترشح لمجلس النواب حتى وإن حصل على عفو خاص يخالف أحكام قانون العقوبات على النحو الذي أسلفنا. رد الاعتبار أيضا في نص في قانون الإجراءات الجنائية يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. ولأن الوقت ما بيسعفنا بدخل في موضوع الجوهر الموضوع بصورة صريحة أخوي فاضل. جوهر الموضوع هو احنا مثل ما قلنا كنا نتطلع الى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلغى المواد التي تقيد عليه، لأن طالعنا مجلس النواب بهذا الاقتراح وقلنا هو شنو القيود اللي تضمنها في الحقيقة مخالفة لأحكام الدستور التي أشرت إليها، نالت من جوهر الحق في الترشيح التي كفلها الدستور ومن حق المواطنة التي صانها ومن مبدأ السيادة الشعبية التي جسدها. فضلا عن ذلك فهي أولا تخلط ما بين الجمعية التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وما بين قيادة وأعضاء الجمعية التي لهم شخصيتهم الطبيعية المستقلة عن الجمعية التي ينتمون إليها. اثنين، تعتدي على ما نص عليه الدستور في المادة 20 الفقرة باء بأن العقوبة شخصية، وقد صيغت هذه المادة صياغة محكمة بأن اقتصر نص المادة على هذا المبدأ. فالعقوبة الشخصية بمعنى أنها لا تلحق إلا الشخص الجاني ولا تنال أحدا غيره، ولا يكاد يخلو دستور واحد من دساتير العالم من نص مماثل. وبالتطبيق ذلك على الأحكام النهائية الصادرة بحل الجمعيات السياسية، منها على سبيل المثال الحكم الصادر في مواجهة جمعية وعد، فقد قضى بعقوبة حل الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة بصفتها الاعتبارية، استنادا لما سماه الحكم مخالفات جسيمة، ولم يقضي الحكم ولم يشتمل مطلقا على أي عقوبة ضد أي من قيادة أو أعضاء الجمعية. ونحن هنا لا نناقش مدى صحة الأسباب التي ركن إليها القضاء بحل الجمعية من عدمه، بل أردنا هنا التأكيد على أنه لا يجوز حرمان أحد من حق الترشح لمجلس النواب دون عقوبة تصدر في مواجهته هو شخصيا، وأن مقترح مجلس النواب بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب لا يشكل فقط خرقا لمبدأ شخصية العقوبة، بل إن الأخذ بهذا المقترح يعني امتداد عقاب حل الجمعية إلى جميع الأعضاء. وممكن القول فيه أما بالنسبة للقيد الثاني
من مقترح مجلس النواب الذي يحرم كل من تعمد الإضرار وتعطيل سير الحياة الدستورية والنيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذلك، فلم نجد في قانون العقوبات وتعديلاته، إذا في زميل هنا يقول لي في نص يساعدني، أو في أي قانون آخر جريمة أو عقوبة على من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية والنيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس. والمقرر في الدستور وفي الفقه الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. كما وأنه إذا افترضنا جدلا وجود مثل هذه الجريمة، جريمة الإضرار، فأن هذا المقترح يسلب سلطة القاضي الذي يختص هو بالحكم بوجودها وبفرض العقاب على من يرتكبها. من جانب آخر، إن من ينهي ويترك العمل النيابي بالمجلس فإن الدستور أعطاه حق الاستقالة بحكم المادة 63، نصت على أن مجلس النواب هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول، ويحل محل آخر بانتخاب جديد حسب نص المادة 59. أما بالنسبة لما ورد في هذا المقترح من حرمان من أسقطت عضويته من المجلس من الترشح لمجلس النواب، فأنه يكفينا القول بأنه يتعارض بصورة واضحة وجلية مع ما نص عليه الدستور في المادة 57، لأنها اشترطت في عضو مجلس النواب أن لا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار، ومع ذلك أجازت له الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. بالمختصر النهاية، إن أي شرط أو قيد تم وضعها على هذه المادة أو سيتم وضعها تتجاوز الشروط التي وضعها الدستور لحق الترشح لمجلس النواب، لا تنال فقط من مبدأ السيادة الشعبية ومن حقوق المواطنة والمواثيق الدولية، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25، نصت بوضوح يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة، وهو أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين. نقول لا تنال فقط من هذا، بل تنال أيضا من مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، ويؤدي إلى التضييق على المشاركة فيها، خاصة في ظل مشاركات ضعيفة في معظم الدوائر في انتخابات 2014. لعل أبرز الضعف هذا في المحافظة الشمالية، جميع محافظات معظمها تقريبا. أضرب مثال الدائرة الأولى الشمالية اللي فاز فيها ومثل الشعب، حصل على 276 صوت من أصل كم؟ 10749. في العاصمة أخوي أبو خالد في الثالثة، العاصمة الثالثة، حصل على 394،
من أصل 10,225. فأنت يعني قاعد أدلل على أن كل القيود هذه على قانون مباشرة الحقوق السياسية أو على الحريات العامة تنال من نزاهة وعملية الانتخاب. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. وسلام. أشكر المحامي الرفيق حسن إسماعيل الذي فند العديد من المواد التي تتعارض مع يعني تتعارض مع الدستور والمواطنة والميثاق والقوانين والتي تخص حتى حقوق الإنسان. يعني هذا مقترح يتعارض معها، كما فند بعض المواد الدستورية التي تتعارض أيضا مع هذا المقترح، وذكر العديد لكم. والآن أترك المجال للمداخلات والأسئلة. سجل أسامي. أنا سجلت إبراهيم، بس هني ما أشوف أحد. في أحد رفع؟ الرفيق الأستاذ جليل. مساء الخير جميعا. شكرا لسعادة النائب أحمد قراطة والرفيق حسن إسماعيل ولمقدم الندوة على ما قدم من أوراق. يعني مع كل التقدير مثل ما قال رفيقنا فاضل لأداء أخونا النائب أحمد قراطة في هذا البرلمان، لكن يبقى البرلمان ككل في هذه المرة خيب الآمال أكثر بكثير من دورات سابقة. يعني المقارنات الكمية مهمة طبعا لها دلالتها، ولكن الدلالة الأكثر تجي في المقارنات النوعية بين أداء فصل وفصل التشريعي. أي مصنع ممكن ينتج سلع غير قابلة للتصريف في السوق، تتكدس عند المصنع في المخازن، ترجع أرقام سلبية على المصنع. هذا ما فعل البرلمان إذا قارنا الأشياء أرقاما. يعني أهم قضية أمام أي برلمان في العالم، من بين أهم القضايا يعني عموما، هي قضية الميزانية العامة للدولة. يعني لو تمت المقارنة الآن بين أداء البرلمانات تجاه الميزانية وإقرارها في 2002، حيث نبشت الميزانية النبش مشروعها، توصل النواب إلى أن هناك حوالي 500 مليون دينار يجب أن تعاد إلى ميزانية الدولة لا تدخل فيها، وجرى العمل على استعادة بعض هذه المبالغ. زين، أين الفصل التشريعي الثاني والثالث والرابع من هذه المسألة؟ مثلا قضية كبرى مثل صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي أثيرت من قبل يعني سواء الكتلة الوطنية الديمقراطية أو نواب آخرين أيضا تجاهها، وقضايا أخرى ذات معنى بالنسبة للمجتمع مثل قضايا الحريات وقضايا يعني بعد لو أثناء الرد يعني أخونا النائب أحمد قراطي شوي يعني يستعرض من هالجانب هذه ويعطي تقييمه لهذا النائب إلى هذا الفصل التشريعي في أدائه خصوصا، وهل هو بالفعل مخيب للآمال كان ولا لا. أنا أعتقد النائب اللي انتخب ناس الآن يقول كما قالوا العراقيين بالنسبة لهذا البرلمان، برلماني قاعد على الكرسي والنساني. الناس الآن هكذا تقول أكيد تجاه هذا الفصل التشريعي اللي احنا بصدده. شيء آخر أطلب، يعني ما هي توصيات أخونا أحمد بالنسبة للمستقبل إذا هو مقتنع بأن أداء البرلمان هذا عاجز، لعدم إعادة إنتاج مثل هذا البرلمان
بتركيبته الحالية اللي واقعا أضرت بالمجتمع. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم الدرازي. خير. شكرا للأخوة الرفاق في التقدمي. شكر للمنتدين. يعني الحقيقة الواحد كان يتمنى أنه يستمع من الأخ النائب أحمد قراطة إلى يعني على الأقل شقين. شق يتعلق بإحصائيات مثل ما تفضل مشكورا بمقارنات بين كل الأدوار الانعقاد، وأيضا شق ثاني آخر كنا نتمنى أن نسمع فيها حالة الإنجاز النوعي للبرلمان الحالي. لم نرى من خلال ما تفضل به الأخ النائب أي يعني معطيات تلامس حالة الإنجاز الواقعي اللي يتلمسون الناس. يعني كما هو معروف في كل العالم البرلمان هو صوت الناس، يعني وضع هذا البرلمان من أجل الدفاع عن حقوق الناس المعيشية والحريات وكل ما يتعلق بالحالة اللي هي تربط النائب اللي انتخبوه الناس بقضاياهم الحياتية والسياسية وحرياتهم والآخر. بينما نجد أنه هذا البرلمان ابتعد تماما عن حالة الناس، وهذه واضحة مثل ما تفضل أخوي فاضل. العقدة الأساسية هي في الصلاحيات. أنتم ليس لديكم صلاحيات، وكل الأدوات الدستورية المتوفرة غير قادرة على أن تقدموا إنجاز، وشعب البحرين كله يرى ماذا يحدث له سواء فيما يتعلق بحياته المعيشية وما يقدم لكل يوم. والواضح الآن بشكل كبير ظل الظروف الحالية بأنه التفتيش باستمرار عن مخبأ المواطن بدلا من الدفاع عنه عن مكتسباته. أنا لن أطيل في هذا لأنه الموضوع طويل يحتاج إلى حوار معمق أكثر، لأنه هذا البرلمان الفاقد القدرة على أنه يفعل أي أداة دستورية سواء في الرقابة والتشريع أصبح فعلا يعني الناس ستندر. سؤالي للأخ النائب، في البرلمان الحالي ذكرت أنت في الإحصائيات بأن هناك 3 استجوابات، بينما أنا أريد تفسير. هل استجوابات وضعت على الورق ولم تنفذ ولهذا أنت وضعتها في الإحصائية؟ لأنه ما في استجواب فعلي تم أساسا يعني، وبالتالي أنا أتصور عدم وضع الاستجواب في الإحصائية مش موفق تماما. لو قلنا في برلمان 2006 تم الاستجواب الفعلي فعلا، الوزراء تم استجوابهم ركبوهم على المنصة واستجوبوا. اليوم أنتم ما استجبتون أحد، وبالتالي وضعهم في الإحصائية أنا أعتقد غير دقيق. انتقل الى الاخ، لا في شغله ثانيه بالنسبه للاخ احمد قراط. معلش بخلص. للاسف الشديد انتم لما تحدثت عن انجاز انه لاول مره يتم متابعه او مناقشه برنامج الحكومه، ما نتجد من اثار ان انتم لم تناقشوا الميزانيه اولا. ناقشتوا برنامج الحكومه والحكومه وضعتكم في المصيده، خلتكم تقرون البرنامج بدون ما يكون الميزانيه قادره على تلبيه طموحات البرنامج، وبالتالي الآن الحكومة كلها تقول لكم أنتوا وافقتوا على البرنامج، ما يعني ما تقدرون تعترضون يعني لأنه وافقتوا على برنامج الحكومة في الوقت اللي ما في ميزانية لتنفيذ برنامج الحكومة. وهذا هنا المعضلة. الأخ حسن يعني نرفع على القبعة، يعني بصراحة أغلق على أن كل الأسئلة وكان رائع في طرحه فيما يتعلق بمقترح القانون. باختصار شديد، مقترح القانون هو دبعة سياسي، الهدف منه هو قمع المعارضة وأيضا قمع الحريات العامة، وإلا هذا القانون لا يمكن أصلا يعني حد يفكر فيه. صار مفاجئ جدا كيف تحاكم شخصيات، يعني العقوبة شخصية مثل ما تفضل أخ إسماعيل، شو تحاكم شخصيات اعتبارية وتمنعها من حقوق أصيلة كفلها الدستور والقوانين؟ يعني ما يعني شيء مو معقول. يعني واضح أن هناك انحراف تشريعي في هذا المجلس بحيث يقدم مقترحات وقوانين يعني تقيد مزيد من الحريات. واختم بسؤال الى الاخ حسن، بما ان يعني طبعا يعني الوفاق ووعد طبعا يعني في النص اظن في الماده الثانيه اذا اتذكر انه من انسحبوا من المجلس، طبعا هذه فقره موجهه الى كتله الوفاق لان هي من انسحبت المجلس،
واضحة يعني ما يقول لها. كان مفترض النواب الإخوان في مقترحهم يقولون بين قوسين الوفاق لدى أخونا يعني. رقم اثنين يعني السؤال، القانون المقترح الآن صدر بعد حل وفاق وعد، فهل يا أخ حسن يجوز تكون العقوبة بأثر رجعي؟ شكرا. الأستاذ رضي تفضل. الرجاء باختصار سنعطي مجال للرد. شكرا للمحاضرين، للمحاضرين الأستاذ رفيق حسن إسماعيل والأخ أحمد قراطة. يعني أنا في الواقع كنت أتوقع يعني هذه أول ملاحظة ممكن ذكرها الرفيق فاضل تبين شنو وضعية النواب، شلون عندهم أبهات يعني مترفعين عن الجماهير. اللي يحاول كذا مرة أنه يتصل بواحد منهم ما حد يرد يقول لك أو بعد يعتذر، ما أدري ما ذكر يعتذر. هذه أول ملاحظة جابها الأخ فاضل، يعني ما أدري ليش. يعني أنا أتذكر في فترة من الفترات حتى الوزير يجاوب، يعني في شغلاتي الصحفية حتى الوزير يجاوب، يعني ثلاثة وزراء قدرت أنا أحصل منهم جواب ومقابلات هاي فترة أول دورتين أو أول فصلين. وبعدين بالنسبة للأخ أحمد غراطة، أنا كنت أتوقع إن بدل ما يجيب هذه الإحصائيات، والحين تقريبا الأستاذ أحمد يعني رحم دل بيكتب التقرير الإداري للمجلس النواب اللي يطلع سنويا، رحمه يمكن يستفيد منه، كلها إحصائيات وأرقام كذا على طريقة الوزارات، كم مناقشة وكم سؤال برغبة، هذه كلها ما يعطي تقييم للإنجاز. كان المفروض أن احنا ننتظر كم منك يا أخ أحمد محاولة للإطاحة بوزير صار لي 17 سنة، مثل ما تفضل أحدهم قبل أيام الأخوة ووجه نداء للملك. كان يفترض يا أخ أحمد نسمع مثلا كم محاولة إليكم لرفع الأجور المتدنية خاصة في القطاع الخاص، وشلون دوركم في الضرائب التي تمت واللي قاعدة تتصاعد على كاهل المواطنين، وننتظر إحصائية يعني كاملة عن كيف أنت تكتب، وأنت يعني يمكن أفضل الموجود أو من أفضل الموجودين، المحاولات لخنق حتى هذه الصلاحيات الضيقة على مدى 14 عام. يعني المشرع اللي وضع الدستور ووضع اللائحة الداخلية وما خلوا النواب يوضعون داخلية، عمل بكل قدراته سد منيع ومحاولات وحواجز لا يخترق للاستفادة من هذا البرلمان كبرلمان عقدي أو كبرلمان 73، ومع ذلك كل دورة أو على بعد دورتين تشوف لا في ملاعين أبالسة ينفذون حتى يوصلون لقضية الفساد بشكل ما طلعوها. الحين على سبيل المثال أستاذ أحمد، الحين مثلا هذا القانون الأخير كيف يعني وصل لكم؟ شلون نزل؟ أنا بعرف شلون نزل، يعني قاعد تون هذا القانون مال منع الجمعيات، يعني يبين في ما ادري انا يعني اوساط او قوة هي، وبدليل انتم تتطابقون دائما، هذا ما حصل في العالم كله، السلطة التشريعية والتنفيذية تتطابق بالاجماع بالاجماع في كثير من القوانين الخطيرة واللي تمس حريات المواطن واللي تمس رزقه بالاجماع. هذه وين صار يعني؟ هذه يعني انا استاذ ان شاء الله ان شاء الله تراولي يعني مفروض النظر اليه. بعدين على القانون ده نفسه اللي تفضل الاستاذ حسن وفصل عدم تشريعيته في نقطه واحده يمكن غابت عن باله وغاب عن الجميع. طيب انتوا اعطوا يا جماعه تشانس للمرتدين، يمكن الواحد يرتد عن جمعيته. احنا احنا نعرف في نواب اصطفت الحكومه واليوم هي ماخذه مناصب، هذا حتى ما يعطون فرصة للمرتدين إنهم ينتقلون من الموالاة للمعارضة، ما يعطيهم، يصادرهم ويخليهم يخنقهم في زاويتهم، يقولك أنا لو بشارك بدام كذي بطلق الحياة السياسية ناهي. يعني هو حتى صادر حق المواطن ممكن يتغير رأيه. أخيرا أنا أسألك سؤال شخصي أستاذ أحمد، هل أنت شاركت بحكم أن أنا مواطن ناخب وأنت مواطن ما
أقول نائب ما تمثل منطقتك، تمثل الشعب. هل أنت من المشاركين إذا مصر أو إحراج في التصويت على منع الجمعيات السياسية، أعضاء الجمعيات السياسية من المشاركة؟ وشكرا. آخر متحدثي أساس نعطي المنصة أحمد سند، تفضل رفيق أحمد سند. مشكورين على الكلام اللي احنا سمعناه، لكن انا اتوقع شيء اتكلم لكم شيء واضح، لان الله يسلمك الكلام اللي قلته يا اخوي احمد، ترى الشعب كله عارفه، لان النواب ما سوى شيء حق الشعب، وما يوم من طريقه النواب يوم كله مثل احنا بنقول باشياء شعبيه، يوم مسكه باليس اللي في انتخابات اخر انتخابات اللي صارت والكل عارف. ثاني شيء استجواب وزير، ما في استجواب وزير من خمسه صاروا فوق ال 25 تصويت استجواب وزير، يعني 27 ما تقدرون تستجيبون وزير. شلون سكتوا عن الحق؟ شلون سكتوا عن الواقع؟ الشعب تدمر، الشعب فقد الثقه فيكم بالمره. لاحظ انت عم بعطيك شيء مثل ارتفع البترول ما حد تكلم، يعني الكهرباء ما حد تكلم، ليش؟ هذه مطالب الشعب، يعني على الاقل تاخذون موقف. ان عباره انتم الحكومه اللي تتكلم اللي تمشي كل شيء، ما في شيء انتم وقفتوا وخذتوا موقف ان ذي غير صحيح الكلام اللي تقولوه. ما في اللي تقول الحكومه عشان ماخذ النواب هم راتب وهم سيائر، لا اكثر ولا اقل، والشعب رايح ضحيه. شكرا. الان نعطي المجال الى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أشكر الأخوة. طبعا دائما الإنسان لما ينتقد لازم أول شيء ينتقد روحه. ليش الجمعية المنبر التقدمي تركت الساحة لهؤلاء اللي يعتلون منصة البرلمان؟ ليش المعارضة والناس المثقفين والوطنيين في البلد تركوا الساحة لي من هب ودب إلى الوصول لقبة البرلمان؟ الوصول للبرلمان مو من العمل السهل، يعني احنا في داخل البرلمان نعاني. تقدمنا بثلاث استجوابات، يوم رفعوا الدعم في 2010 قدمنا استجواب لوزير المالية، وقدمنا استجواب لوزير الطاقة في ذاك الوقت، وقدمنا استجواب لوزير الصحة، لكن كلها لقت بالفشل. من أسقطها؟ أسقطها النواب. النواب هم اللي أسقطوها في لجنة عدم الجدية. أنت مو محتاج حق مجموعة من النواب وطنيين ويحسون بهموم ومشاكل المواطن علشان ينقلونها لقبة البرلمان ويناقشونها، يطلعونها في صيغة مقترحات أو استجوابات أو أسئلة. فيعني اللي احنا في البرلمان قاعد نعاني من هذه الاشياء، تخدم الاستجوابات تسقط في مهدها قبل لا تطلع تروح حق الحكومه توافق عليها، او حتى حق المجلس انه يصوت عليها. ما في الا استجواب واحد، وزير الصحه سقطوه في المجلس، كان الوصول 27 حصلنا على 26 صوت. بالنسبه حق الاخ احمد ان النواب ما يسوون شيء ولا ذي، انا بكوني يعني موجودي في البرلمان قاعد قدمت رؤى بالنسبه حق الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر، مع ان اللجنه لحد الان المشتركه ما قدموا ولا جدول. انا قدمت رؤيه للوضع الحالي والوضع المستقبلي والامور المطلوبه من الحكومه ان تقدمها. هل راح يمس الدعم المباشر والغير مباشر على المواطنين؟ هل راح تتغير المعايير؟ هذه كلها احنا تقدمنا برؤية واضحة وشاملة، وانا مستعد اذا انتم تبون نقدمها لكم هنا بعد. انا مستعد اقدم لكم عن الدعم المباشر والدعم الغير مباشر. بالنسبة حق تقريبا ما يقارب من 13 دعم تقدمه الحكومة. اذا لا يوجد برلمان قوي، نواب اقوياء وطنيين يوصلون مشاكل وهموم المواطنين لقبة البرلمان، يعني ليش نقعد نندم بحظنا ونقعد ننتقد من بعيد واحنا
السبب في ذلك، يعني احنا احد الاسباب في ذلك. بالنسبة حق المقترح اللي تقدم مباشرة الحقوق السياسية، طبعا من اقتراح بالقانون الدستور واللائحة الداخلة كفلت لخمسة نواب ان يقدمون بمقترح، بس هل المقترح ذي يوم قدموه كان موالم لتشريع يخالف اول شيء التزامات مملكة البحرين الدولية ويخالف حقوق الانسان؟ انا من الناس اللي لم اوقع على هذا المقترح ولم اصوت عليه، بل صوتنا ضده، وتقدرون ترجعون للمضبطة وتشوفون. عندنا احنا خط مباشر في يعني عندنا خط واضح في البرلمان، خطنا وطني، ما في ما نحيد عنا، لا تليفوني غيرنا ولا أوامر من فوق ولا أوامر من تحت، هذه الأشياء ما تهمنا. احنا أي شيء يهم مشاكل وهموم المواطن نناقشها. تقدمنا في استجواب في الدور الثالث في سنة 2013 لوزير المالية، وهذا الاستجواب نجح وأن يقدم بشكل علني في البرلمان. قامت مجموعة من النواب أخذت هذا وودتها إلى لجنة التشريع، شو اسمها، الإفتاء والتشريع، ويابوا لنا بمبدأ جديد وقام بمحض هذا البرلمان هذا الاستجواب، وراح ما قدرنا نستجوب وزير المالية لأمور عديدة، منها تجاوز الميزانيات، منها فصل حساب بابكو عن وزارة المالية، منها المزايا، توحيد المزايا اللي صدر القانون في 2008 ليومك هذه لم تتحقق وتتكرر في ديوان الرقابة المالية مدة 10 سنوات. يعني كل هذه الأمور تكلمنا عنها. بالنسبة حق الميزانية، أنا أحد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، يعني وايد نعاني احنا في المجلس وفي اللجنة، يعني ضغطنا قد ما نقدر في هذه الدور ان ما نمشي الميزانية الا ممتلكات تدخل الاقل 20 مليون في الميزانية العامة للدولة، وكذلك بنك الاسكان ب 10 مليون، وكذلك نوغا 56 مليون ما دخلوها في الميزانية لهذه السنة، وصرنا ان 56 مليون تدش في الميزانية العامة للدولة. يعني انت ما يبي لك خبرات متراكمة في هذا المجلس؟ المجلس يحتاج إلى خبرات متراكمة. يعني أنا أشكر الأخ حسن إسماعيل على سهابة في هذا الموضوع، بالعكس قطع كل جوانبه، وبالعكس بأمور قانونية. هل إحنا ما نحتاج على كفاءات مثل هذه الكفاءة موجودة في البرلمان؟ ما نحتاج على كفاءات مالية، كفاءات عندها سياسة نقدية، سياسة مالية، سياسة الاقتصادية، الاستثمارية، أطباء، مهندسين، هاي كلها الخبرات المتراكمة تنفع المجلس، لكن بعدنا عن المشاركة في الحقوق السياسية وابتعادنا وترك الساحة لهؤلاء الوصول إلى البرلمان. ليش احنا تالي نندب حظنا؟ هاي النتائج يعني اللي احنا قاعد نحصلها، هاي النتائج. يعني يجب ان احنا نكون بدل ما ننتقد نكون في محل الانتقاد. يعني في يوم كنا احنا ننظر للمواطنين، ننظر للوطنيين، ننظر للناس اللي فعلا عندهم خبرات يتقدمون للترشيح وينافسون عن الوصول للبرلمان. احنا يعني ما نقدر نغير اي شيء. انت لما توصل ويكون عندك 32 او 33 نائب مثل ما ذكرتوا ان هم ما يوصلون هموم ومشاكل المواطنين الى قبة البرلمان، شو المحصلة النهائية؟ كل شيء بيمشي، كل شيء بيطوف. بالنسبة حق الاستجوابات تكلمنا عنها، بالنسبة حق الاستاذ الانجازات النوعية والانجازات اللي حققها البرلمان،
طبعا احنا تكلمنا عن احصائيات، هذه الاحصائيات موجوده في التقرير السنوي اللي موجود في منذ انشاء البرلمان في 2002 وبرلمان 2006 وبرلمان 2010 وبرلمان 2014. مثل ما قلت انتم ما يعتبر هذا انجاز، لان هناك في شيئين. الشيء الاول المواضيع اللي طرحت حسب الادوات البرلمانيه واللي تمت الموافقه عليها حسب الادوات البرلمانيه. احنا حطينا اللي طرحت مو باللي تمت الموافقه عليها. طبعا الاستجوابات الثلاثه تم الموافقه على استجواب واحد، استجواب وزير الصحه، وجاء للبرلمان وسقط البرلمان بتصويت عليه ب 26 صوت. لم نحصل على 27 صوت، كان باقي لنا صوت واحد علشان ان هذا الاستجواب ياخذ مساره الصحيح. بالنسبه حق الاداء او بالنسبه حق اللي هو شلون نشوف برلمان 2014 هل حقق الطموح ام لم يحقق، هذه انتم حكمكم، يعني انتم المفروض تحكمون، انتم مراقبين هنا، انتم ناس مثقفين تعرفون انتم. يعني انا ما اقدر اقول واحد او اثنين زين والله ثلاثه زينين او اربعه، انا اقول برلمان 2014 ما حقق طموح المواطنين. انا ما اذكر اشخاص بعينه، اذكر كمجموعه نواب كبرلمان ايش ادى للمواطنين، ايش ادى من قوانين لقيمه مضافه بالنسبه حق القوانين اللي احنا محتاجين فيها تسد الفراغات التشريعيه الموجوده في احتياجات المواطنين. في هناك مواضيع شتى يجب ان يلتف لها النواب بدل ما يصير مثل ما ذكرتوا النزاع مع بعضهم البعض، او انهم يناقشون امور ما تنفع ولا تعود بالنفع على الوطن ولا على المواطن. هذا انا ما كان لكم كلام انشائي، هذا كلام حقيقي واقعي قاعد نعيشه ملموس وبشكل يومي، ويمكن انتم يعني تتواصلون فيه من خلال الجرائد المحلية او التواصل الاجتماعي. كل هذه الامور موجودة وانتم تدرون عنها. يعني احنا ما يجب ان احنا قبل ان نوضع في تحت المجهر، يجب ان يضع المجهر ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب اللي تحت المجهر. شكرا لكم. اشكر النائب احمد قراطة. الان الكلمه عند المحامي حسن اسماعيل. لا بس انا بغيت يعني اعلق على السؤال الاخ رفيق ابراهيم رازي حول ما يتعلق برجعية القوانين. الحقيقة اللي تقدموا بالمقترح بالذات في هذا الفصل الأخير بغرض كانوا يهدفون إلى الانتخابات القادمة في 2018، غير أن في نص هو بالتأكيد القانون إذا صدر وأصبح نافذا بيكون لاحق على الأحكام القضائية التي صدرت بحل الجمعيات، لكن في نص في الدستور واضح لا تسري، نص المادة 124 لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريانه بأثر رجعي. فهل التعديلات اللي يقترحها مجلس النواب تشكل عقوبة جنائية؟ إذن لا يجوز أن يضع في التعديل نص
على رجعية هذه المواد، على أن يكون لها أثر رجعي، لأن تضمن عقوبة جنائية وهي الحرمان من حق الترشح لمجلس النواب. فإذا كانوا اعتقدوا أنه بمشونة أو بقرونة ويصير على أساس حرمان في الانتخابات القادمة، فهذا لن يكون، لأن الوقائع والأحكام التي صدرت ستكون بالضرورة قبل صدور القانون. وشكرا. قبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ أحمد قراطة، النائب أحمد قراطة، على تجاوبه معنا. والفعل هذا الكلام يعني يقول أكثر من مرة أحمد حضر هني والقى، نشكره من جديد، كما نشكر الأستاذ الرفيق المحامي حسن إسماعيل، ونشكركم. تصبحون على خير، شكرا لكم.